تعال والله لوسي يا وحشني يا شيخ. صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شو اخبارس؟ شو علومس؟ عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلونك انت؟ طيبه؟ شلون الوالد؟ عسى طيب. هاي ذا بابي. بابي ايش تقصدي؟ ما درسناها هذي، يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس ما شاء الله. انا كنت احسبه بريكنج باد. اتحداك الكشخ البطله، طق النظارات والقفل والحركات والكاب والمركات. هلا والله، شو اخبارك يا عم؟ عساك طيب، عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل، الله يهديك تفضل. خذي وراه مائل يمين، حاط مفاتيح. اوف 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 اوف، مجلسكم كبر بيتنا. عادي انا والعيال نجي نلعب 11 11 كوره. اتحداك المجلس البطل. الحين اذا جاء واحد وجلس هنا، واحد جلس هناك في اخر المجلس وبغى يسلفون، يدقون على بعض جوال. تفضل 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 يا عم. سم. انا استاذن. يا عمري. اقصد يا عمري يا لوسي، مشتاق لها كثير. تبي اخليها عندكم؟ لا 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 لا، اخاف تفقدس وتبدا تطلع اصوات تزعج عمي. خلكم كلكم. ايوه علمينا من بدري. هذا خوس؟ لا هذا القهوجي. معاد محترميني. انا بروح واخليكم تاخذوا راحتكم. يا بنتي يا ريما الله يهديك، الآدمي هذا ما راح ينفع لك. وليه ما راح ينفع لي؟ كيف حكمت عليه يا بابي؟ يا بنتي لا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبه، وبعدين الولد هذا غير راقي، وانت ما شاء الله عليك راقية ومثقفة، والف نية اتمناك يا بنت الحلال. كفاية غصبتين على ولد عمي فهد، دكتور دكتور دكتور، واخر شيء لا احترمني ولا احترم حبيبتي لوسي، وطلقني من ثاني اسبوع، ما راح اتزوج الا عامر. طيب انا معك وبمشي على اختيارك، ما في مشكله، ولكن بشرط. قول واعتبرني موافقه. اعطيت وضعيه المحترم ابد الكوش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خد معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي. وركت ناظر انت قهوجي؟ اي قال لي انا مو بنت. اوكي. الزبده ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو، إلى الآن خطتك في الصميم، متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دورة التكتيك. دورة التكتيك؟ أنت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا أبوي وش عرفك أنت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك إتيكيت.